القرآن اللي بتحفظوه الآن في الخلوة ده وبتقروه الليل والنهار، الكتاب ده كله 114 سورة وأكثر من 6000 آية. الله ما نزلوا إلا للتوحيد ومحاربة الشرك اللي بنشر فيه ناس الخنجر والصوفية دي الليلة. ما أنزلوا الله إلا للموضوع ده. قال تعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته. شوف الكلام ده كيف، الكتاب القرآن ده ربنا أحكم آياته. ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا. ده السبب في نزول القرآن ونزول الكتاب. السبب شنو يا ربنا؟ ألا تعبدوا إلا الله. للتوحيد يا جماعة، الناس ما يعبدوا غير الله، ولا يعبدوا القبب، ولا يتبركوا بالقبور، ولا بالتراب بتاع الأولياء والشيوخ. الله نزل القرآن ليه؟ السبب ألا تعبدوا إلا الله. ده السبب في إنزال القرآن. إنني لكم منه نذير وبشير. قال تعالى أيضا إن القرآن ما نزلوا إلا للتوحيد والناس يعبدوا الله براو لا إله إلا هو. هذا القرآن هذا بلاغ للناس ولينذروا به. السبب وليعلموا أنما هو إله واحد. ده السبب ربنا نزل من أجل القرآن، وليعلموا أنما هو إله واحد، وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. يا ناس أولو الألباب أولو العقول، العاقل فيكم بيعرف الغاية من القرآن كله والسنة كلها وإرسال الرسل كلهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.